أحسن الله إليك. يقول السائل: هل للإمام إذا أقيمت الصلاة أن ينبه الناس بإطفاء هواتفهم الجوالة بعد أو قبل تسوية الصفوف بشكل دائم لما تحدثه من إزعاج أثناء الصلاة من رنين أو أنغام موسيقية محرمة؟ نعم، الإمام ينبه المأموم على كل ما فيه تشويش على المصلين أو فيه خلل حتى من غير الجوالات، ينبههم على ذلك، يقول لهم استووا، اعتدلوا، سدوا الفرج، وإذا كان فيها أحد يشوش عليهم يقول لا تشوشون بكذا وكذا. نعم، عليكم السكينة. نعم.